مرحبا جايز، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تضلوا بالف خير. اليوم معزومه انا وجوزي على حفله بتاخذ العقل، بس وين؟ بلندن. شلون بدنا نروح ونترك اولادنا؟ قامت قالت لي علا شو رايك بما انه جد العجوز ما لبيتها انه اليوم ننام عندها بالبيت، تاخذ علي ونتالي وجوليا وكلياتهم يروحوا يناموا عندها، قال لانه هنيك عندها بحسوا بامان اكثر. قلت لهم طيب مثل ما بدكم، وهلا قلت لهم رح نضب كل اغراضنا مشان يناموا هن عندها وانا جهز حالي وروح على سهره لندن. خليكم معنا. شو جايز، جاهزين تروحوا تناموا ببيت الجد العجوز لحالكم؟ ما راح تكون هنيك، راح تكونوا انتوا لحالكم. بس هي مسافره رايحه لعند بنتها بمكان بعيد، كمان هي رايحه تنبسط وانا رايحه انبسط وانتوا راح تنبسطوا ببيتها، بيتها حلو بس لما هي ما بتكون. يلا جايز البسوا بيجاماتكم وامشوا الروح، وانا بكره الصبح بجيبكم ان شاء الله. اوكي اوكي يلا قوموا وخذوا معكم نقريش وشغلات عشان تتسلوا هنيك. يلا جايز يلا جولي. استنوني انا كمان بدي روح، بس ماما انا بدي روح بالبيجاما. انت عم تقولي بالبيت ما في جد العجوز حتى تضحك علي وتقول ليش هيك ملبسه علي، رح اروح بالبيجاما وخلصت السيره. يلا جايز يلا يلا افتحوا لي الباب، افتحي ماما الباب. يلا يلا مطر كثير برا، ليش ما هيك لابسه جاكيتك يا جوليا؟ يلا امشي لبيت الجد العجوز. يلا علي حط طاقيتك، حط طاقيتك، ركض على السياره. يلا 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 نتلي يا حوبي، الله يبعث الخير. يلا 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 علوشي يلا، الله يبعث الخير. يلا خلي علي يقعد على كرسيته يا جايز، حطوا له حزام الامان لعلي. جايز الله يبعث الخير، الدنيا كثير مطر. شو علي وصلنا؟ يلا وصلنا جايز، وصلتوا لعند الجد العجوز. يلا تفضلوا. علي قدرت تسوق؟ أنا بقدر سوق، أنا سواق من أنا وصغير، ذكي أنا علا، شو مفكرة؟ يلا هاي وصلتكم، هلا من هون ورايح، أنا مشوار، بدكم تروحوا؟ أنا جاهز آخذكم، يلا، أنت ما بدكم طلعوا بهالسيارة بتطلعوا، يلا هلا إجينا مشوار قصير عند الجد العجوز، انزلوا من السيارة لشوف جايز، انزلوا، ولو إنه أنا مو جاي على بالي انزل، جاي على بالي ضل برا الدركسيون. يلا جايز مطر مطر، يلا ماما يلا يلا فوتي على اللقا. يلا، الدنيا مطر. لا تنكسوا البيت للجد العجوز، عدوا وانبسطوا وتسلوا. لا حرام عليكم، بتكون ضابه بيتها، سهل انه هي قويه. يلا فوتوا فوتوا على البيت. يلا هلا هيك بعد ساعتين وصلنا على لندن. قديش هلا الساعه؟ تقريبا بين هيك الساعه 9:30. طبعا الحفله بدنا نحضرها بتاخذ وقت وما حنرجع لبعض نص الليل لعند الاولاد. يلا ان شاء الله ننبسط وهن كمان ينبسطوا مع بعض. يلا جوجو كبير كبير سلطه مشان نعمل عشاء طيب اليوم ما احلى البيت. بدك تنامي روحي؟ انت اللي معيش تنامي؟ احلى شيء لما بنكون بالبيت لحالنا بدون الجد العجوز. You're so happy. صح حالي؟ ما بدنا الجد العجوز تكون معنا، مو ولا امثل، خلينا نكون لحالنا، احنا الاربعه لحالنا. علي اذا بدك لا تنام، تاكل معنا، كل معنا عشاء بعدين نام. ناسا مالك ابنك؟ تعال تعال نام. جايز هلا وصلنا على لندن مشان نفوت على المطعم ونبلش الحفله، بس يا ترى اولادي بيكونوا مبسوطين يا ترى ببيت الجد العجوز لحالهم؟ اكيد بيكونوا مبسوطين، بيكونوا عم يعملوا شغلاتهم اللي بدهم اياها، بيحبوا بيتها لان بيتها حلو حنون ودافي. شو رايك ابو علي؟ اي طبعا اكيد. يلا إيه تفضل. وصلنا هون مكان، تفضل قبلي. شايفين جايز؟ نتالي طلعي انت قدامي، والله انا بخاف لسه بطلعوني اول واحد، والله انا بخاف. شعري هالضو نتالي، شعري الضو، حاسس حالي مدري ليش هيك قلبي قامتني وخايف، ما بعرف ليش، يمكن لاني متعوده تكون ماما حوالي. شو بالضو ما عم يشعل؟ شعري وتعالي نفوت لجوا نقعد جوا. يلا نوميني ها وخليكي جنبي، لا تتركيني يا نتالي، وعديني من جوات قلبك انك ما تتركيني. ايه بخاف لاني انا لحالي. شو صار؟ شو هلا؟ شفتوا علي؟ قولي يا هول الحقينا يا هول.
شكله المكان كتير حلو، أكيد الحفلة رح تكون كتير حلوة. يا عيني لو نتالي وجوليا وعلي وعلا معنا. جوا نقعد بهداك القسم، سكري كل هالابواب. جوا شوفي قال خايفين في جوست. قال ما في جوست. انا هيك بقول ما في جوست. في اكلات طيبين. كاني رجعت اسمع هالطقطقه. جايز ابنس زبي. شو بسم الله الرحمن الرحيم. نتلي خلص حالة تطقطق. هوينا هي كلها من لعب مريم. لا هي كلها منك انت علي. خلص بقى حالة تطقطق. هاي بس الان انا برايي امشوا لحتى نطلع لبرا. برا تعالوا امشوا جايز. امشي علا علا خديني خلينا نطلع لبرا ونوقف برا تحت الاكلات نهرب للبيت. قولي يا امي تيجي شوفي نتالي بس برا. انا يا الله الدنيا برا مطر ورعد. عم تبرق الدنيا. كيف نطلع لبرا يا ربي؟ شو حبست لي هالعرس البيت وشو هدا العجوز؟ تكون هاي الجودة العجوز هي اللي عم تعمل هيك أصلاً فينا عشان نهرب من بيتها. بس هي ما بعرف علي شو رأيك؟ أنا برأيي يا جايز خلينا نطلع من هالبيت ونتمشى تحت هالمطرة. والله حلوة المطرة. شوفي قولي برد خليني أرجع أحسن. زمطرت. تعوا لإلكم نفوت نقعد نشعل التلفزيون نتفرج على التلفزيون. هي فكرة أحلى. يلا جعنا والله جوعان. مو صدق انت اكل ليش جوعانة؟ يلا تعالوا نجيب باقي الاكل. يلا جايز يا علي انا على هالضو الخربان. يا ربي اشعل. الله الله تعالي اشعل الضو. والله انا خايفه. بسم الله الرحمن الرحيم. مين اكل الاكل؟ البطل انا هون البصل مالي البطل. يلا لك يلا يا الله.
الله والله شو مرعوب انا، تعي فوتي اول واحده على الغرفه. تعالوا نضل قاعدين هون بالغرفه لحتى تجي ابنتي لي بكره الصبح. بس تجي ابنتي لي شغلي كلياتكم لازم نقعد بتقفلي الباب يا علا ومنخلي الضو شاعي ومنحط راسنا ومننام وانا بتغطوني بالزاويه يعني كلياتكم بتكونوا من جنب الباب وانا بتحطوني بالزاويه اخر واحد وبتغطوني. يلا جوليا تعوا كلياتكم كفر مي، كلياتكم غطوني مشان ما حدا يقرب علي، وانتوا لا تخافوا ما حدا بيقرب عليكم الله بيحميكم. جوليا بعتي جوليا بدنا نتخبى من الاشباح. يلا بعتي جوليا. هلا هيك خلصت الحفلة وراجعين على البيت لحتى ناخذ اولادنا من عند بيت الجدة العجوز، بس كانت الحفلة كتير حلوة، اشتهيناتكم كلياتكم فيها بس ما اشتهيت اولادي. الجو كتير ساقعة وراجعين، وهلا صارت الساعة تقريبا 2 بالليل. شو رأيك نخلي الاولاد نايمين عند بيت الجدة العجوز؟ والله خليهم نايمين احسن. ونحن نروح ايه احسن ما فيقهم بنص الليل حرام. بعدين اذا لا انا ما خايف نفيقهم، خايف نفيق الجدة العجوز. لا لك الجدة العجوز مالها بالبيت انه لحالهم، اكيد اكيد بيكونوا مبسوطين. يلا خلينا نرجع على بيتنا نحط راسنا وننام، وبكره الصبح شو بنعمل؟ بنروح بنجيب الاولاد. وح شو برد يا جايز، بردانين الساعة 2 بالليل، بس ما في غير اللي كانوا معنا بالحفلة هلين طالعين ولا الطريق فاضي ما في حدا.